السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا عبر قناة يوتيوب جعفر تيغزري. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، القانون المغربي التجاري، قانون التجاري بالمغرب، خصوصا النظام القانوني التاجر. وغنعرضو في حصة ديال الموضوع، العنوان ديالو هو توزيع ثمن بالمحاصة عند إجراءات ديال البيع الجبري. توزيع الثمن بالمحصة عند إجراءات البيع الجبري هو اللي كيترتب عليه مرحلتين. الأولى هو ديك الإجراء ديال المزايدة العلنية، وكيتبعها توزيع الثمن وحسب أو بالرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة لتوزيع الثمن في مدونة التجارة. كنلاحظوا أن المشرع كيميز بين التوزيع الودي والتوزيع بالمحصة، وشفنا في الحصة اللي قبل من هذه شفنا توزيع الثمن الودي عند إجراءات البيع الجبري، في حين كنشوفوا الآن التوزيع الثمن بالمحصة عند إجراءات البيع الجبري، واللي كترتب من بعد مرحلة ديال إجراء المزايدة العلنية. وهذا التوزيع بالمحاصة طرق لهذا الإجراء مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية. فبالرجوع إلى المادة 146 من مدونة التجارة، كنلاحظوا أن المشرع المغربي أعطى للدائنين الذين لم يحصل بينهم أي اتفاق على التوزيع الحق بأن يودعوا بأمر من القاضي المنتدب لدى كتاب الضبط تحت طائلة السقوط طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم. وأعطى القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الإطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع، كيستدعي الدائنون وكل طرف معني برسالة، كل طرف معني برسالة مضمونة أو إخطار كيتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال 30 يوم من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار. وهذا كتبين في المادة 147 من مدونة التجارة. فإذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ، أمر القاضي بطبيعة الحال بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين. كما كتجدر الإشارة إلى أن التوزيع بالمحاصة هو مقرون باستيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط من المحكمة التجارية اللي تم فيها هذه الإجراءات. ما بقى لي إلا أن أودعكم، أما على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة عبر قناة يوتيوب جعفر تيغزري. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.